احنا معانا دلوقتي على الهواء مباشره الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقايه، على الهواء مباشره. صباح الخيرات يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. بمناسبه يوم الطبيب امبارح، يوم مهم جدا، مهنه مقدسه كلنا يعني بنشعر وبننظر اليها كده بفخر واعتزاز. بدايه تحب تقول ايه يا دكتور في يوم الطبيب، او كلمه توجهها؟ اولا كل سنه حضراتكم طيبين بمناسبه يوم الطبيب وبمناسبه ايام المباركه اللي احنا كلنا بنعيش فيها. بحيي حضرتك استاذ محمد استاذ جمانه، بحيي ايضا طبيب متميز كاستاذ وكعالم وكخبير وكنقابي، هو طبعا عمال يعدد مزايا ما قامت به النقابه، وايضا بيتكلم الدكتور اسامه الحقيقه على الانجازات الكبيره التي تمت والحاجات اللي سالوا عليها اللي هي سر نجاح المنظومه المصريه اللي انا بسميها التجربه المصريه الرائده في اداره ازمه كورونا. هي مثلث حضرتك، المثلث ده تبنته الدوله، وكان سياده الرئيس على راس هذه المنظومه، الحكومه واللجنه العليا لاداره الازمه، وكل الجهات في مصر ساهمت في هذا. وبدون شك، ودي انا قلتها في كلمتي امبارح نيابه عن فخامه الرئيس، ان مصر استطاعت ان تعبر هذه الازمه بكل مكوناتها الحقيقه، لكن الاطباء وسياده الرئيس بعت لهم كل تقدير وحب واعزاز على الدور البطولي الحقيقي اللي قاموا بيه هم كل الكوادر الطبيه خلال الازمه اللي فاتت. احنا لم نعاني سيادتك، ودي نقطة مهمة قوي، يعني انت عندك ازمة، الازمة دي بتديرها الدولة وبيعمل بها المؤسسات اللي هي المستشفيات. حضرتك بتفرع في تجهيز البنية التحتية المؤسسية لكل المستشفيات التي ساهمت في ادارة الازمة وعلاج حالات كورونا، سواء مستشفيات حكومية او مستشفيات جامعية، وايضا بعض المستشفيات الخاصه. لم نعاني من ادويه، كل شركات الدواء في مصر 152 شركه ساهمت في انتاج كل الادويه التي نستخدمها سواء في علاج الاعراض او المضاعفات، حتى الادويه التي تعالج الفيروسات الجديده التي ظهرت انتجت في مصر، وده بدعم جدا من الدوله الحقيقه وتسهيل مهامها، لان الادويه كانت بتسجل تسجيل طوارئ في خلال اسبوعين الدواء بيطلع ويبقى متداول بكل تاكيد على فاعليته وامانه. جهاز التنفس الصناعي في مصر لم نحدث فيه اي نقص، بل نقطه مهمه جدا. خربط حاجتين ببعض عشان حضراتكم بس تبقوا عارفين الفكر السياسي المصري بيتحرك ازاي. اتفضل. يعني في فتره كبيره جدا، يمكن حوالي سنه او سنتين، السيد رئيس الجمهوريه طلب بانشاء صوامع جديدة بإمكانيات هائلة في مصر. على التوازي النهاردة لما بقينا يعني في احتمالية يكون في مشكلة في القمح نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، الصوامع دي بتخدم مصر خدمة كبيرة جدا. الرئيس كان بيتابع يوميا ولو تابع عدد أجهزة التنفس الصناعي المتاحة، احتياط استراتيجي من الأجهزة والمعدات والأدوية. إنما بما اننا في يوم الطبيب بقول لكم كل امانه، يعني انا احد زملائي في احدى مستشفيات الصدر في مصر كان بيكلمني بيقول لي كل سنه وانت طيب، كان في عز الازمه بتاعت كورونا وكان عيد الاضحى المبارك. قلت له بلغ زمايلنا جميعا ان انتوا ناس دكاتره اكفاء جدعان شجعان بخبره كبيره جدا. يعني عايز اقول لكم ان احنا لما انشانا أول وحدة رعاية مركزة للأمراض التنفسي في مصر من سنة 84، ما كانش بلاد كتيرة في العالم أو لم يكن هناك كثيرا أي وحدات بهذا المنظر. الوحدات دي لما طلعت اتضرب فيها أجيال من المصريين بيعملوا في جميع مستشفيات الأمراض الصدرية أو التنفسية في مصر، بيعملوا في كل الجامعات المصرية في مختلف المحافظات، بل وبيعملوا في المنطقة العربية وفي بلاد أخرى كثيرة. صحيح. هذه الوحدات نفعتنا كثيرا جدا جدا جدا. ادي واحد. نمره اثنين، لما بدانا الازمه او قبل ما تبدا الازمه، ما هو الطب فيه وقايه وفيه علاج. جزء وقاي ان احنا بدانا نشتغل قبل ما تيجي الحالات. صحيح. قبل ما يحصل اي تسجيل لحالات كورونا في مصر.
وعندما عرض على السيد الرئيس ان احنا نجهز المدن الجامعية لعزل الحالات وهي 9000 حالات في اسبوع او ماكسيمم 10 ايام، كان كل المدن الجامعية بتشتغل مجهزة انها تستوعب الاف من الناس. صحيح. في مرحلة العزل الحالات. انشئت مستشفيات ميدانية. يعني جامعة عين شمس عملت مستشفى ميداني جنب عين شمس التخصصي. القوات المسلحة جهزت مركز المعارض في مدينة نصر بسعة هائلة وجهز تماما بكل الامكانيات. الاكسجين كان طفرة كبيرة جدا في صناعة الاكسجين في مصر. اقول لكم سر يمكن ما حدش يعرفه. اتفضل. مصانع الحديد في مصر بتحتاج عندها مؤهلة انها تعمل اكسجين صناعي. اللي هو الاكسجين في صناعة الحديد. احنا لما قعدنا مع والوزارة قعدت مع مصانع الحديد، جزء من امكانيات هذه المصانع تحول في فترة قصيرة جدا الى اكسجين طبي. يعني بقى جزء منه اكسجين صناعي عشان الصناعة لا تتوقف، وجزء من الاحتياط الاستراتيجي في الاكسجين صنعته مصانع الحديد غير المصانع المصرية المتاحة. يمكن يا دكتور فعلا كان في تحرك سريع جدا من الدولة يعني على محاور مختلفة. يمكن كمان كان في خطة استباقية مثلا زي 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، اللي لولا ان احنا كنا ابتدينا بالفعل وخدنا فيها خطوات كبيرة كان اعتقد الوضع عندنا هيبقى اصعب. بس زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هي احنا عندنا جندي في الجيش، عندنا جندي في الشرطة المصرية، عندنا كمان الجيش الأبيض. فإحنا بنتكلم عن كل ما قدمته الدولة في المنظومة الصحية، وقد إيه الأطباء زي ما حضرتك قلت كانوا أكفاء وكانوا شجعان وكانوا جدعان زي ما حضرتك قلت، لازم كمان يكون في مردود ليهم هما كمان عشان يقدروا يخدموا بشكل قوي زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت. عايز أعرف من حضرتك يا فندم، إيه أهم المزايا اللي الدكاترة حصلوا عليها مؤخرا لتحسين أوضاعهم، وإيه كمان اللي جاي؟ شوف يا أستاذة جمانة، الطبيب زي حضرتك الإعلامي محتاج إمكانيات وطاقات وخبرة عشان يوصل إلى مرحلة من الأداء المتميز. طبعا. الجزء الأولاني هو المؤسسة اللي بيشتغل فيها. إذا لم يكن الدكتور عنده التولز اللي يقدر يشتغل بيها والإمكانيات والطاقات وتبقى مجهزة تماما عشان يعمل في بيئة مؤسسية جيدة، مش هيقدر يمارس مهنه. ويمكن دي كانت جزء من مشاكل الاطباء قبل كده. وعشان كده الطفره اللي بتحصل في تجهيز المؤسسات الطبيه في مصر كانت طفره كبيره جدا. الجزء الثاني، انا هصل للاجابه اللي حضرتك عايزين، لكن الدكتور بيبقى عايز ثلاث حاجات: عايز مؤسسه، عايز الناس تتعامل معاه، لان في بعض الحاجات اسمها حضرتك حاجات طبعا شاذه، ان الناس تروح تعتدي على مستشفى وتعتدي على طبيب وحاجات. طبعا احنا بنقدر كثيرا شعور الناس، لان الدكتور صحيح. بيتعامل مع الناس في ظروف صعبه جدا، سواء ظروف مرضيه او ظروف طوارئ او ظروف حوادث او ظروف كوارث زي اللي احنا فيها بتاعت وباء الكورونا. طبعا الناس يعني لما شافوا في مراحل معينه والدنيا مقلوبة والحالات بتبقى شديدة، وفي حالات تخش المستشفيات وحالات تخش رعايات وحالات بتتوفى إلى رحمة الله، لما حد كان بيجيله كورونا كان بنك يعني عنده حالة من القلق الشديد جدا هو وأسرته كلها. الطبيب هو اللي في وجه هذه الحالة، واقف يستقبل الناس أو ناس أهل أصيب في حادثة أو أمهات لأطفال مرضى. صحيح. فالطبيب الحقيقة فنم في جزء غير مرئي الحقيقه، يعني انا بكلمكم كطبيب واسامه عارف الكلام ده. الطبيب بيتفاعل مع الحاله ليس فقط من الناحيه الفنيه انه يكشف ويكتب علاج. صحيح. او يكشف ويعمل عمليه جراحيه، احنا بنتفاعل مع المريض ومع اسرته. يعني مطلوب مننا ان انا وده بيمثل دكتور عبء شديد جدا، وفي نفس الوقت الاسره المضطربه. صحيح. او القلقانه او اللي في حاله هلع ان انا اتعامل معها. ده بيمثل طبعا زي ما حضرتك قلت عبء على يمكن الناس ما تاخدش بالها منها. احنا ساعات بنشوف العيانين ونروح البيت نفكر فيهم طول الليل، وساعات نتصل بيهم نطمئن عليهم. وطبعا الاتصالات لا تتوقف، الاف الاتصالات وعلى الواتساب وعلى وعلى الايميل عشان الناس تتواصل معها. النقطه الثانيه بقى الحاجه سالتيها لسه ما كملتش عليها، والنقطة الثانية بقى يبقى إذا احنا محتاجين مؤسسة، والدولة بترعى هذا حاليا. صحيح. وأعتقد
مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تدريجيا المؤسسات بيحصل فيها عملية تطوير وتجهيز. أنا قلت امبارح في كلمة نيابة عن سيادة الرئيس إن ما ضخ من أموال في دعم الرعاية الصحية خلال السنتين اللي فاتوا دول لم يحدث في تاريخ مصر. صحيح. فاضل بقى الحتة الثالثة المهمة قوي، الدكتور ده إنسان ومحتاج دخل ومحتاج يعيش حياة كريمة، فهي دي النقطة اللي الدولة أيضا بتسعى إليها ونسعى إليها والنقابة طبعا بتسعى إليها. جميل. إن يحصل تحسين في دخول الأطباء سواء بصورة صحيح. مباشرة أو غير مباشرة. بنشكر حضرتك دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على هذه المداخلة.